بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات سماه وبنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا شك أن المسلمين عباد الله في هذه الأيام عندهم من البلاء في سوريا، حيث تطالعنا الأخبار كل يوم باستشهاد 100 أو 150 أو 250 أو أكثر من ذلك. وإخواننا في مالي قد ظن رئيس فرنسا أنه نابليون بونابرت فأراد أن يجدد أمجاد فرنسا من الظلم والاحتلال العسكري، فإذا به ينزل بجنوده إلى أرض مالي المسلمة التي فيها 95% منها مسلمون. كذلك إخواننا في بورما الذين يذبحون وتحرق بيوتهم ويدخل عليهم فصل الشتاء ولا يجدون ما يستر أجسادهم وما يحميهم من البرد، ونحن عباد الله أمة واحدة المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحن لا شك نتألم لألم إخواننا في أنحاء العالم، بالإضافة إلى ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية ومن تربص من الذين لا يريدون أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، يتربصون بالبلاد والعباد يريدون أن تسقط مصر. فما الواجب علينا عباد الله إزاء يعني هذه النكبات وهذه البلايا وهذه الرزايا؟ هناك مفزع وملجأ،
فزع إليه الأنبياء والصالحون قبلنا، ولكن الموفق من يفزع يعني إلى هذا المفزع، ومن يلجأ إلى هذا الركن المكين. الأنبياء كانوا يلجؤون إلى رب الأرض والسماء، فنوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يمكث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وما آمن معه إلا خليل. قال بعض المفسرين اثنا عشر ما بين رجل وامرأة. ثم أوحى الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا ربه عز وجل، فكيف حركت دعوته أرجاء السماء وكيف حركت الأرض فصارت أبواب السماء أبوابا مفتوحة ينزل منها الماء، وفجرت الأرض فصارت كأنها جميعا عيونا ينبع منها الماء، وخرج الماء على سطح الأرض وتموج الماء كالجبال، ونجى الله عز وجل نوحا ومن معه من المؤمنين، وأهلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين. لجأ نوح إلى الدعاء. أيوب عليه السلام كان عنده ذرية وعنده أرض وعنده عشيرة، وكان صحيح البدن وابتلي في ذلك كله، ففقد الأهل والعشيرة وفقد ماله وابتلي في بدنه حتى ألقيا على مزبلة بجوار القرية، ولما اشتد به البلاء وظن أقرب الناس إليه أنه قد أذنب ذنبا عظيما لجأ إلى رب الأرض والسماوات فقال إني مسني الشيطان بضر وأنت أرحم الراحمين. وقال رب إني مسني الضر، لجأ إلى الله عز وجل وطلب كشف البلاء من الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه أن يركض برجله، هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل من هذا الماء فزال ما على بدنه من البلاء ومن المرض، وشرب من هذا الماء الذي نبع من تحت رجله فأذهب الله عز وجل الأمراض الباطنة في داخله، ووهبه الله عز وجل ذرية ومالا حتى أتت سحابة أمطرت عليه ذهبا وفضة، فملأ بذلك خزانين من الذهب والفضة. فالأنبياء عند شدة البلاء يلجؤون إلى رب الأرض والسماء. يوسف عليه السلام بيع العبيد بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ثم لما كبر وتعرض للفتنة في بيت امرأة العزيز وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، واستعانت امرأة العزيز عليه بنساء المدينة من الطبقة الأرستقراطية الذين تسهل عندهم الإغراء وعندهم أساليب الإغراء. يوسف عليه السلام لجأ إلى الله عز وجل لما استعانت عليه بنساء المدينة، استعان عليهم بالله عز وجل وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فالمؤمن عباد الله إذا نزل به البلاء عليه أن يلجأ إلى رب الأرض والسماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام،
وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، فأبخل الناس من مر على قوم من المسلمين ولم يرمهم بسهم الإسلام، لا يقول السلام عليكم لأن هذا لا يكلفه شيء، فهو أبخل الناس إذا بخل بالسلام، وهو أعجز الناس كذلك إذا عجز عن الدعاء، لأن الدعاء لا يكلفه إلا أن يرفع يديه إلى رب الأرض والسماء وينزل حاجته بالله عز وجل ويطلب من الله عز وجل كشف البلاء. قد يعن للعبد شبهة يقول إن الله عز وجل يرى ما نحن فيه من شدة ومن بلاء فيكشف عنا دون سؤال، كما قال بعضهم تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقيل ربي يرضى ذل العبيد لديه. الله عز وجل يبتلي الناس من أجل أن يدعو الله، أن يدعو الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وقال يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكان يمكن أن يهدي الله عز وجل العباد دون سؤال منهم، وأن يطعمهم دون سؤال منهم، وأن يكسيهم دون سؤال منهم، وأن يغفر لهم دون سؤال منهم، ولكن الله عز وجل رب الأرض والسماء يحب من العباد أن يظهروا فقرهم إلى الله وحاجتهم إلى الله عز وجل ونقصهم إلى الله عز وجل، ولهذا كانت الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. فقال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله عز وجل وصفه بالصبر وهو يقول فصبر جميل مع قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك شكى أيوب إلى الله عز وجل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، أما الشكوى إلى المخلوق فهي تنافي الصبر. رأى أحد العلماء رجلا يشكو إلى أخيه فقال يا هذا ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحم. ينبغي علينا عباد الله أن نعرف قدر الدعاء. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يفزع إلى الدعاء في غزوة بدر، مع أن الله عز وجل وعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، أي أنه لو واجه جيش قريش سوف ينتصر، ولو واجه القافلة التجارية سوف ينتصر، وعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، ومع ذلك ليلة بدر يقوم عمة الليل يتضرع إلى الله عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، اللهم إن شئت لن تعبد، حتى يشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار وقد سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفعه عليه أبو بكر ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أوثق الناس بوعد الله وأوثق الناس بنصر الله عز وجل، ولكنه يشرع للأمة يقول فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم
هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن كل واحد من صناديد الكفر مات في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال يقتل غدا أبو جهل وعقبة بن أبي معير وأمية بن خلف والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغير أولئك من الهلكة ومن الكفار، لكانت هذه معجزة من معجزات النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقتلون ويقتلون كما أخبر، ولكنه يخبر بمصارعهم وبالأماكن التي يموتون فيها ويصرعون فيها، فما أخطأ أحد منهم موضع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الأحزاب لما اشتد البلاء بالمسلمين وكان بالمدينة مجاعة واشتد عليهم الأمر، شدة الخوف مع شدة البرد مع شدة الجوع كما يحدث لإخواننا في سوريا، اشتدت عليهم هذه الأمور الثلاثة، وكان المشركون 10,000 واجتمع إليهم 700 مقاتل من يهود بني قريظة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 مقاتل. فعند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا تكفأ قدورهم وتخلع خيامهم ولا تبقي لهم قرارا ولا نارا، حتى أجلاهم الله عز وجل عن مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير عودة. قال عز وجل: يا أيها